لماذا أخفى الله المهدي ولم يخفي عليه؟ والاضطهاد واحد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوكي أستاذ وليد. الحمد لله. حضرتك شيعي؟ نعم نعم شيعي. طب اتفضل، لماذا أخفى الله المهدي ولم يخفي عليه؟ أستاذ وليد. تفضل. شغلة المهدي هاي بدعة، هاي بدعة أصلاً، ماكو شغلة مهدي ما الإمام مهدي، هاي بدعة، هاي هذول الإيران زين طلعوها علينا، شغلة المهدي ما عندنا، هاي بدعة. أي والله ده مش بدعة بس، ده نصب واحتيال كمان. إيه نصب واحتيال، إيه هذول إيران. نعم نعم والله أحسنت. هذول العجم الفوكس. إيه نعم نعم نعم. مشكور مشكور مشكور. الله يكرمك يا رب، ربي يبارك فيك. مشكور مشكور. الله يعزك. شكرا لك والله على كلمة الحق ديت.